حبايبي شلونكم اخباركم صباح الخير. طبعا اكيد كلكم سمعتوا عن المنتج فيل جريت بالانس او فيل جريت. هواية اني صديقاتي شرحوا لي عنه هواية قالوا لي انه جربوه طلع كل زين، فاكيد اني همات يعني ايد اضعف بما انه وزني زايد كلش هواية. فقررت انه اني هم استخدم المنتج، صار لي تقريبا 3 ايام دا استخدمه. حسيت الحلو بي انه يخليني افقد الشهيه، يعني حتى لو شفت اكل قدامي ما افكر انه اني او لازم جعت واريد اكل او ما اعرف ايش. هاي اول ملاحظه لاحظتها على المنتج. ثاني شيء هوايه صديقاتي قالوا لي استخدموه ونزلوا بالوزن، طبعا سووا وياه صيام متقطع، وحتى واحدة من صديقاتي هم قامت تروح للجيم، يمكن صار عندها حافز، قالت أني اشتريت هذا المنتج وأرد أضعف نفسي ونزلت لي تقريبا صار لها شهر تستخدمه، يمكن 4 كيلوات نزلت. طبعا هو حتى لو كيلو أو كيلو وين بالشهر ترى هذا فشي بيرفكت كافي دا أصور. المهم هذا المنتج جدا رائع، انصحكم انه تشترون من عنده وتجربوه على مود تخسرون الوزن. استخدامه كلش سهل، يجيكم 30 ظرف بالعلبة مال الصباحي، تحطوها ويا تقريبا هلقد مي، انا هلقد استخدم مي لان احب اشرب هواي مي زين. تحطون واحد من الظروف هنا يصير لونه برتقالي تشربوه كله، هاي الصبح اول ما تقعدون، بعدين فترة الغداء قبل ما تاكلون وجبة الغداء تستخدمون الظروف الكبيرة 10 دقائق ربع ساعة قبل الغداء أو العشاء تستخدمون واحد من هذه الظروف، وهم نفس الشيء بهاي كمية المي. راح تلاحظون إنه صار عندكم نشاط، هاي بالنسبة إلي تجربتي نشاط حيوية، ما أحس نفسي تعبانة لأنه مدى أكل خصوصا الصبح. وخلوا حاولوا، أني وجبتي صارت آخر شيء أحاول أسويها بين 6 و8، يعني خلص بعد وراها صيام الحد ثاني يوم الصبح لما أقعد وأشرب هذا الظرف. اللي يحب يطلبه موجود الرابط بالبايو، بس رح تدوسوا على اسمي، موجود الرابط مال أوروبا. إذا تحبون من العراق أو من الخليج كتبوا لي بالتعليقات حتى أضيف لكم الروابط. Love you all.